المدن المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله بدل ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكر الله أولا وفقنا أيضا في هذا الموسم لأن نكون بجوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأيام أفضل الأيام، الساعات أفضل الساعات، المكان أشرف الأماكن، الإجابة تحت قبته. في مستهل حديثي في هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك، أريد أن أقول أن هذا المجلس يضم تحت قبته في حرمه في هذا الفناء الشريف كل من يتابعنا في شرق الأرض وغربها. قلوب المؤمنين تهفو إلى هذا المكان المبارك. شهر رمضان شهر التقرب، والحسين عليه السلام وسيلة التقرب، مصباح الهدى وسفينة النجاة. لكي نعطي هذا المكان حقه إجمالاً، وأنا لي أن أعطي المكان حقه، قرأت قبل قليل قلت الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بعض العلماء له تعليق جميل على هذا الحديث، طبعاً الحديث بهذا المقدار، العبارة مجملة، لا نريد أن نصل، لا نريد أن ندعي أننا نصل إلى كنه مراد المعصوم، ولكن نحوم حول الحديث حواماً كالقرآن الكريم. نعم، يقول البعض الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. سفينة النجاة المعنى واضح، النجاة لمن؟ لمن هم بالغرق أو للغريق. سفينة النجاة تنتشل الغرق، ولكن الحسين أيضا مصباح الهدى، يعني البعض يريد أن يتميز، أن يدخل سفينة الحسين ثم يستنير بنوره. فرق بين إنسان يغرق في حال الغرق وتركبه السفينة، وبين من يركب السفينة ثم يتوجه إلى ربانها. نعم، يقول يا فلان أنت قائد السفينة، أنت من تقود السفينة، أريد أن أكون من ندمائك، من المقربين منك. إذن أن ننتقل من مرحلة الغرق إلى النجاة أمر، وأن نصبح من المستضيئين بنور الحسين هذا أمر آخر. ولهذا أدعو نفسي وإخواني بعد الفراغ من هذا الحديث، إذا ذهبت إلى الضريح وجرت دمعتك، الكلام إذا رق القلب وجرى الدمع فدونك، هذا في المناجات، وكذلك في زيارة الحسين عليه السلام، إذا ذهبت إلى الضريح ورق قلبك، نحن نذهب في بعض الحالات نزور وكأنه ما زرنا. أمام الضريح ننظر يمينا شمالا، ننظر إلى السقف إلى الأرض، لا نرى في النفس تفاعلا. قبل الحرم في الصحن الشريف عند الضريح عند الرأس عند المنحر، البعض منا يعيش حالة رتيبة، طبعا هذا المعنى ليس بمعنى جيد. ولهذا أقول للإخوة لا تدخل على الضريح مباشرة، قف عند الباب استأذن، أدخل يا مولاي، إن
رأيت في قلبك رقة دمعة ادخل. أطل المكوث عند الباب الشريف، حاول أن تتكلم مع الإمام بكلام الشكوى، يعني يا مولاي أنا مع ما أنا فيه لست مهيئا لزيارتك، هذا مختلف الملائكة، الملائكة تضج وتبكي على قبره منذ أن قتل، وأنا أدخل الحرم عند الضريح حالة من السهو والذهول، هذا الأمر بحاجة إلى معالجة. المهم إذا رق قلبك وجرت دمعتك عند المشاهد عموما، عندئذ توجه إلى الله عز وجل. البعض منا يستحضر حاجته الدنيوية، له مرض فيه له ألم بحاجة إلى أمر من أمور الدنيا، مشكلة في المال وغيره. قبل هذه المعاني سل الإمام عليه السلام أن يقربك منه، أن يجعلك على عينه، هذه غاية المنى. كنت أقرأ قبل أيام هذه الآية، واقعا عشت حالة الغبطة، ولتصنع على عيني. البعض من الأنبياء هكذا كان، كلهم على عين الله عز وجل، ولكن الموسى موسى الكليم رب العالمين صنعه على عينه. كم هذا المعنى معنى عظيم. سل الإمام أن يجعلك الله على عينه، وفي الأرض يجعلك على عين وليه. لو أن الإمام سأل ولده المهدي يا ولدي اجعل فلان تحت نظرك، لو استجاب ولده المهدي لهذا الطلب كل مشاكلك محلولة. نعم قد تكون مبتلى بضيق في المعاش وغيره، في البدن وغيره، ولكن هنيئا لمن كان تحت نظر إمام زمانه. كل هذه المقدمات أقول من يشاركنا هذا المجلس وهو خارج المجلس ليسأل الله عز وجل هذا المعنى معنا، ونحن ندعو لكم بإذن الله عز وجل. بعد هذه المقدمة المناسبة لهذا المكان الشريف ننتقل إلى موضوع حديثنا، هل علينا هلال الشهر الكريم؟ أقبل إلينا شهر الله عز وجل، الشهر أقبل، ولكن لا أدري أنا أقبلت أم لا. عندما يلتقي المحبان كل واحد يقبل على صاحبه، لو أن أحدهم كان واقفا في مكانه وجاء الآخر لزيارته يقال له يا فلان أين شوقك لفلان لم تتقدم إليه؟ ماذا عملنا هذه السنة لنثبت هذه المحبة للشهر الكريم؟ أولا ماذا كان حالنا في شهر رجب وشعبان؟ قلنا مرارا وتكرارا رب العالمين أراد أن يهيئنا لشهر رمضان الكريم من خلال شهرين، أرادك أن تتدرب. البعض منكم صام الشهرين، البعض منكم قام الليالي في الشهرين، البعض منكم حاول أن يكون قريبا من أجواء شهر رمضان المبارك في هذين الشهرين، اعتمر، ذهب إلى المشاهد، أخذ يراقب السلوك قوله وفعله، كل ذلك استعدادا للدخول في هذا الشهر المبارك. رب العالمين أيضا رفق بنا، تلطف بنا، جعل لنا 20 يوما لاستقبال ليالي القدر، شهران استعدادا للشهر الكريم، 20 يوما تقريبا استعدادا
لدرك ليالي القدر المباركة. من اليوم فكر في ليلة القدر. ليلة القدر ليست ليلة هكذا تأتي فجأة للبعض، هو طوال الشهر طوال الشهرين كان من الغافلين، يريد في ليلة أن يتألق. من الآن احمل هم ليلة القدر، يعني يا رب لا أدري ما هو مصيري. أرجعكم إلى السنة الماضية، الذهن البشري ذهن متحرك، حرك الآن ذاكرتك من شوال إلى أول شهر رمضان المبارك. أيكم هو راض عن نفسه؟ غير المعصوم لا يدعي أنه أتقن العبودية، وما أبرئ نفسي. من شوال إلى آخر شعبان كيف كان حالك؟ كم من البلاء وقعت فيه؟ كم من المعاصي الكبيرة والصغيرة؟ لو كنت متقنا لليلة القدر هذا البلاء الذي أنت الآن فيه، من تبعات السنة الماضية ما وقعت فيه. يعني دعاؤك لم يكن بالمستوى الذي يدفع هذا البلاء، دفع عنك من البلاء ما دفع، قسم بدعائك قسم بصدقتك بدعاء ولي أمرك، ولكن بعض المآسي والكوارث وقعت فيها. لو كنت متقنا للدعاء لكان رب العالمين من المحتمل أن أعفاك من هذا البلاء، ويا ليت البلاء كان دنيويا. بعض البلاء يصيب القلب، هذا أعظم المصيبة. في السنة الماضية البعض يقول تراجعت في صلاتي، عيني زاغت، لساني تكلم بالباطل والحرام. حاول من اليوم الأول من شهر رمضان أن تبرمج نفسك، ونحن في أوائل الشهر الكريم، حاول أن تقدم لله عز وجل صياما مميزا. بأي لسان أذكر لا أدري، أطلب من المولى أن يعينني على هذا الأمر. إخواني حياتنا نسخة متكررة، سنواتنا متكررة، أيامنا متكررة، ليس هنالك من حدث جديد في سلوكنا مع رب العالمين. أموالنا تنمو، أحدنا يتزوج يتكاثر، يأتيه الولد والولدان والأربع والخمس، يبني بناء، يخرج من الجامعة متخرجا، وهكذا سيره الدنيوي في تكامل. أما الكلام في السير الباطني، الباطن ما حاله؟ علاقتك مع الله عز وجل أيضا في تنامي، في المناجات كيف حالك؟ في أسحار شهر رمضان المبارك من معالم الأسحار هو السحور فقط، أي ما نأكل، أم أن هنالك وقفة مع رب العالمين فيها رقة إجمالا؟ البعض قبيل ساعة الإفطار همه أن يجلس على مائدة الطعام، هل له شوق للصلاة بين يدي الله عز وجل؟ أين ملء المعدة وأين العروج إلى الله عز وجل؟ إن رأيت في قلبك إقبالا على الطعام مثلا نفسك تنازعك، وإن صليت صلاة سريعة لتأكل، هذه ظاهرة غير طيبة. أنا أعلم الكثير من المؤمنين إفطاره بعد الأذان بساعة تقريبا لا يشبع من الصلاة، يصلي بتأني الغفيلة الوتيرة بعض الأدعية،
يقول نعم ميلي إلى الطاعة إلى المناجات لا يقاس بوجبة من الحلوى واللحم وغيره، هذه كواشف، هذه اختبارات حقيقية لنفسك. إذن ابحث عن التميز هذه السنة أيضا، ابحث عن التميز. الآن لا أريد أن أحيلك إلى الاصطلاحات، ما لنا والاصطلاحات المعقدة، ولكن إجمالا في اليوم الأول هذا المعنى من المناسب أن نطرحه. اجعل همتك عالية، أنت في أول الطريق الآن، لو تكلمت هذا الكلام في منتصف الشهر في أواخر الشهر الكريم قد تقول فات الأوان، ولكن من أول يوم سيطر على الأمر. في بالي الآن أحد الصحابة أو الحكماء لا أدري، المهم يقول أحدهم كلمة جميلة، كن معي في هذا المثال، يقول إذا أردت أن تقود الجمل هذا نعم سقه من رأسه، اجعل حبلا برأسه وسقه، يعني هذا الحيوان الضخم تأخذه من أوله. في أول الشهر أيضا سيطر على هذا الأمر، ولهذا لا أحب أن يكون أحد في المجلس مثلا وهو لم يقرأ الجزء الأول. إن فاتك في اليوم الجزء الأول، الجزء الثاني في اليوم الثالث، هذا مدعاة للتكاسل. يمر عليك الأيام الأولى من شهر رمضان ولم تقرأ جزءا واحدا، من أول يوم التزم بالمستحبات. هنيئا لمن وفق هذا العام أن يصلي صلاة الألف ركعة في كل ليلة 20 ركعة. نعم هذا الأمر ممكن، أن تصلي لله 1000 ركعة. هذا الأمر من صلى البارحة 20 فقد بدأ مشواره. كنت أقرأ كتاب الغدير قبل أيام، الأميني رحمه الله يقول البعض يستغرب كيف أن عليا صلى كان يصلي 1000 ركعة. يقول في زماننا نعلم من يصلي في اليوم والليلة مثلا 1000 ركعة في اليوم والليلة. حاول أن تكون ممن يصلي لربه 1000 ركعة في شهر كامل. الذي وفق البارحة يستمر، وإلا فاتتك الفرصة، انتهى للسنة القادمة. حاول أن تطلع على هذه الأسرار اتفاقا في اليوم الأول، في الليلة الأولى، في المنتصف، هذه المحطات اغتنمها. أرجع للحديث، هناك مصطلح لا بأس هذا المقدار نذكره، اجعل همتك عالية. هناك صوم العوام، إنسان من الصباح إلى الليل نعم يمتنع من هذه المفطرات المعروفة، وبالمناسبة بين قوسين حقيقة في شهر رمضان أخي المؤمن أختي المؤمنة تعبت من الصباح إلى الليل، البعض يصوم تحت الشمس، البعض في بلاد الغرب يصوم 20 ساعة، الأمر مكلف، ولكن على مائدة الإفطار لو دقق في طعامه لرأى أنه أفطر على الحرام أو من مال الحرام، إما الأكل حرام أو إنسان على كل ماله كسبه ليس بحلال. اجعل سنتك 50 في أول شهر رمضان لئلا تأكل من حق الله ورسوله، هذا الطعام الذي بين يديك هذا خمسه ليس لك. طبعا حكما لست الآن في مقام التحقيق الفقهي، يقول البعض أنا اشتريته في الذمة لا مشكلة، ولكن هكذا وجدانا
هذا الذي بين يديك هذا نعم فيه سهم للفقراء والمساكين، كن دقيقا في هذا الأمر. طوال العام احرص على الحلال، ولكن في خصوص شهر رمضان كن دقيقا. رأينا بعض الحجاج والمعتمرين في المدينة يخمس إحرامه، يقول لعالم الحملة خذ هذه الدريهمات على الأقل أخمس إحرامي لئلا أطوف في إحرام مغصوب مثلا. البعض يخمس مؤونة أكله في شهر رمضان، يقول هذا الطعام في المخزن خمسته لا بأس، ولكن خمس كل ما عليك لا طعام الإفطار فحسب. إذن صوم العوام هذا الذي نعرفه، هناك صوم الخواص وهو أن تبني على ترك الحرام بكل صوره. أعلم أحدهم في النهار كان حزينا كئيبا وهو صائم، تذكر البارحة وهو مفطر لعله اغتاب أحدهم. نعم الليل أيضا من توابع شهر رمضان، البعض في النهار لا يستغيب لا ينظر إلى الحرام، يقول أنا صائم، فإذا جن عليه الليل فتح التلفاز ونظر إلى كل ما هب ودب، هذا ليس من الإنصاف. اجعل وردي وردا واحدا، ساعاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة، نهار شهر رمضان كالليل أيضا. إذن كن ممن يصوم صوم الخواص من أول شهر رمضان، اجعل بناءك على ترك الحرام نظرا قولا استماعا. البعض يترقى حتى خيالا ووهما. إن استمريت على هذا الطريق شهرا كاملا بعد شهر رمضان مزاجك يتغير، قلبك لا يطاوعك أن تنظر إلى الحرام أو تقول حراما أو تستمع حراما. سمعتم رئة المدخنين؟ هذه الرئة ملوثة، إن ترك الدخان فترة يشمئز من رائحة الدخان، كن هكذا. نقي قلبك الباطني من كل هذه الشوائب، انتهى حديثي. وأخيرا صوم خواص الخواص، وهذا معنى دقيق أنا لم أصل إليه فكيف أشرحه، ولكن إشارة إجمالية. صوم خواص الخواص ما ذكر في شهر شعبان، فدتك نفوسنا يا أمير المؤمنين، هب لي كمال الانقطاع، ألا ترى في الوجود مؤثرا إلا الله عز وجل، هذا صوم الخواص. ألا ترى في الوجود نافعا إلا هو، لا ترى ضارا إلا هو، إن يردك بخير فلا راد لفضله، تعبير النحويين لا نافية للجنس كلا حول ولا قوة، لا راد لفضله. نعم وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا وصلت لهذه المرحلة عينك على الله في كل شيء، هذا هو صوم خواص الخواص. إذن ولملم الحديث وتتمة الكلام غدا بإذن الله عز وجل. هذه الليلة الآن بين الحديث وبين أذان المغرب هناك فرصة، هناك فترة، خذ زاوية في المنزل، خذ زاوية في الحرم الشريف، خذ ورقة وقلما، ابحث عن الجديد هذا العام، طور صيامك، طور قيامك، طور تلاوتك لكتاب الله عز وجل. هنيئا لمن خرج من هذا الشهر الكريم وقد وصل إلى مقام الانقطاع إلى الله عز وجل. إلهي بفاطمة وأبيها.
وبعلها وبنيها. إلهي بصاحب هذا المقام حسينك الشهيد، اللهم اجعل شهرنا هذا خير شهر رمضان مر علينا منذ أن خلقتنا، وفقنا فيه لصيامه وقيامه كما تحب وترضى. أبلغ سلامنا في هذه الساعة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. آخر دعاء أمن بتوجه، اللهم ارفع صيامنا مع صيامه وقيامنا مع قيامه، اللهم أشركنا في دعواته، اللهم اجعلنا على باله في أسحاره. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. في شهر الصيام.